قال وزير الصحة في إقليم البنجاب بباكستان خواجة سلمان رفيق أمس الاثنين إن 26 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 49 آخرون في هجوم إرهابي وقع في مدينة لاهور بإقليم البنجاب شرقي باكستان، ومن بين قتلى 9 رجال أمن، لكن المستشفى المحلي قال إن 15 شخصا على الأقل حالتهم حرجة مما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى. وأشارت تقارير محلية إلى أن انتحاريا قام في الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي بالاصطدام بدراجته النارية لتجمع للشرطة أثناء تقديمهم خدمات أمنية لفريق عمل محلي خلال هدم مبنى غير قانوني. وأدان الرئيس الباكستاني ممنون حسين ورئيس الوزراء نواز شريف الهجوم وقدموا التعازي لأسر الضحايا. هذا وأعلنت حركة طالبان باكستان المسؤولية عن الهجوم، مضيفة أن المهاجم كان صبيا في الثالثة عشر من عمره.